الآن حكومة السيد الكاظمي هل هي حكومة أزمة؟ هل هي حكومة تحدي؟ أم هي حكومة حرب؟ كيف ممكن في ظل الطبقة السياسية بالتفكير الذي أنت كنت تعنيه تستطيع أن تستوعب كل هذه المتغيرات وبالتالي تنتج فكرة تختلف عن من سبقها؟ يعني شوف السيد الكاظمي مؤكد يعني مع احترامنا وحفظ الألقاب ليس عليه خلاف على شخصه حتى غير معروف للمجتمع العراقي. خلينا نحكي بصراحة، يعني بالأيام الأخيرة الأشهر الأخيرة بدأت الناس تردد اسمه. يعني الرجل الحقيقة الرجل من تقرأ وكتاباته في مراحل الرجل يحمل فكر ليبرالي مع الدولة، هذا أحكي لك سنوات. كان صاحبكم أيام الشلبي، يعني هو أنا أخو ما عنده علاقة إحنا بالشلبي سياسي لو كذا، لا يعني يمثل التيار المدني. إيه هو إحنا كنا متصدين الحقيقة القوى الوطنية اللي رفضت الاحتلال، كنا متصدين إلى أنه يجب أن يكون هناك خط ليبرالي، فالشلبي كان يحمل لواء ليبرالية، لكن بعدين راح هو الرجل دخل في 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 خانة الطائفية وكان هو هذا سبب الخلاف. أيام البيت الشيعي. أيام البيت الشيعي. زي. أما السيد الكاظمي لا، وكان من يعني قريب من عدنا مكية، زين نسيت الباتشي. لا 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 مو غسان مكية، نسيته مع الأسف. يعني أنا على طرف لساني أتذكر لك. هو قريب حتى في لندن من هذا الرجل واشتغلوا معهم. وبعدين من دخل العراق ما اشتغل مع القوى الإسلامية الأحزاب الإسلامية وكذا، فلذلك كمؤشرات وبعدين ما مارس عمل تنفيذي كذا حتى يصير عليه ملفات فساد وكذا. هذه قصدي المواصفات إذا نتحدث عنها، لكن نجي على قدرته القيادية، هو هذا اللي يهمني. يعني ما له علاقة بي أنا هو شنو كذا، قدرته القيادية في تحقيق هذا اللي تقوله التوازن، خلينا نسميها حكومة توازن مو أزمة. أنت لازم توازن داخليا بين قوة متصارعة وبين ثورة شعبية لا زالت مستمرة رغم كل الظروف ومحاولة الالتفاف عليها، يعني المطالب الشعبية، التوازن السياسي، الصراع الأمريكي الإيراني. هذه هي الأسس. أنا اليوم أريد أجيبوني يقول لي تعال سوي حكومة العراق، أول ما أحضني الأشياء قدامي وبعدين أجي أحط الأولويات مين راح أبدي بها نقطة. طبعا بكل تأكيد اليوم مع هذا التحول كورونا راح تصير هي الأول، بعدين الأزمة الاقتصادية بسبب أسعار النفط، وبعدين المطالب الجماهيرية الأساسية اللي تتعلق بانتخابات مبكرة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. هذا الباكج مالتك، لا تقوم تقول لي أسوي استراتيجي وأبني جسور وطرق، هذا كله حكي ما يشتري أي واحد، لأن احنا نعرف حكومة سنتين في ظل هاي الأزمات اللي نعددها ما تقدر كل شيء تسوي غير ذني إذا قدرت. من أي نقطة يبدي هو الآن شلون يحقق التوازن بين أمريكا وإيران؟ أمريكا تقول لك أنا أكو ميليشيات، لا تقول لي سمي لها مسميات حشد وغيره، أنا أعتبر هاي سلاح خارج الدولة، هاي أمريكا تقول، ها وجزء منه حقيقي بدليل هذا إطلاق الصواريخ. المجموعات اللي تطلق الصواريخ شو تقول أستاذ نجيب؟ تقول إحنا ما نلتزم، إحنا عندنا خط مقاومة وكذا. بمعنى شنو؟ معناه خلينا نحكي صراحة، معناها ما ملتزمة بأوامر قائد العام قوات المسلحة. هذا واضح. جيد، اذا انت شلون تقدر مثلا امريكا تقول لك انا اجيب لك شركات استثمار وتسوي لك كهرباء وما شلون دخل